نبدأ أخبارنا الزملكاوية من عند الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك اللي اتكلم عن فوز الفريق بالسوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي وقال إنه خلال 10 شهور حصل النادي على بطولتين قاريتين منها السوبر على حساب النادي الأهلي. كمان قال إنه على مدار قرنين الفريق حصل على لقبين إفريقيين من المنافس وهو أمر هيخلده التاريخ. كمان قال إن مباراة السوبر بالنسبة لمستر جوزيه جوميز مديرنا الفني بدأ بتشكيل جيد وكان من الواضح إنه قارئ للمباراة بشكل كبير والزمالك بإجماع الكل كان الأفضل في المباراة وكان هو كمان حاسس قبل المباراة إن الفوز هيكون من نصيب نادي الزمالك. وأكد رئيس النادي إن محمود حمدي الونش وأحمد حمدي أصروا على التواجد مع الفريق رغم الإصابة وهي دي الروح اللي كان دايما مجلس الإدارة بيطالب بيها انها تبقى موجوده ودايما مجلس الاداره يعني كان حريص ان هو يخلقها في اللعيبه منذ توليه المسؤوليه وانه يكون الكيان عنده هو الاهم بغض النظر عن مين يلعب اساسي او مين يكون موجود على مقاعد البدلاء. وكمان رئيس نادي الزمالك كابتن حسين وجه رسائله للعيبه قبل المباراه وقال ان هو اتكلم مع اللعيبه وقلت لهم انزلوا وخلوا الناس تشوف قد ايه الناس كانت ظلماكم. وكمان قال ان المشكله طول عمرها في نادي الزمالك ان فيه عمليه تشكيك رهيبه في الفريق كما حدث مع محمود بن طايج اللي برضو يعني الراجل رد في الملعب على كل الكلام وكل التصريحات اللي احنا سمعناها على مدار الفتره اللي فاتت. وكمان كابتن حسين قال ان الموضوع ده خلق حافز كبير عند الفرقه سواء اللعيبه او الجهاز الفني وكان من اهم اسباب الفوز بلقب السوبر الافريقي.